كم المحاضرة مالتنا؟ وهسه وصلنا إلى فد معلومة كلش مهمة نلاحظها في حالة اختلاف الأريا بالإن والأوت. طبعا هنا أنا هسه عندي فد شغلة، أنا لما أريد أقسم راح يبقى عندي R زائد دلتا R، هاي فد مشكلة ما أعرف أسوي بيها. هنا أنا R وهنا R زائد دلتا R، وأني لما أريد أقسم على المعاملات مالتها وأعرف من عندها أبسط المعادلة وأوصلها للديفرنشال إيكويشن 4. إذ هيج حالة لما تجيني الـ in والـ out يكونون مختلفين، نمو دلتا z هنا z يساوي 0 و z يساوي out، نفس الشيء تقريبا. زين هنا ايش راح افرض؟ راح افرض r يساوي r زائد دلتا r. شوية فرضية غريبة، بس اللي ده يصير شنو؟ انا ودا اخلي هذا الـ r يبقى مثل ما هو، زين، ودا اخلي هذا r زائد دلتا r هو R، بس بنفس الوقت هو يمثل دلالة أنه R زائد دلتا R، على فرض أنه هاي كمية جدا قليلة، بس أنا أعرف أنه هذين الاثنينات ما متساويات، وأعرف أنه الـ R اللي راح يصير هنا هو مو نفس الـ R اللي راح يصير هنا، الفرق مالته هو بوجود الثيكنس. فش راح يصير؟ راح يصير R ثيتا R للزيت، يحطوها بهذا الاتجاه طبعا، للـ R 2 باي أو ناقص R ثيتا للـ R يساوي R زائد دلتا R. الـ R هذه اللي هنا راح أقول هي ترى R زائد دلتا R، زين، مضروبة في 2 في باي في L. هسه لما أنا أريد أقسم مو معناها أنت لك حق تقسم على R، لا ما لك حق، لسببين. أولا هذه الـ R اللي موجودة هنا هي بدلالة R زائد دلتا R، وهي مو نفس الـ R اللي هنا اللي هي الـ R العادية. ثانيا لاحظوا قيمة الـ R صفر، هل يصير نقسم على فتقة مية هي صفر؟ لو الـ R هنا كانت مو صفر إيه حق أقسم عليها، بس هنا الـ R قيمتها صفر، ممنوع أقسم على الـ R، فبذلك راح أصير المعادلة بهذه الصيغة. خلينا نكمل الحل هنا، نرجع المعادلة مالتنا اللي هي هذه، راح أصير بهذا الشكل طبعا بعد الترتيب. زين راح نيجي نقسم على 2 باي L دلتا R، مو 2 باي R L دلتا R، كل المعامل المطلوب من عندي داخل من عنده، حتى 2 ويا الباي ويا ال L ده يروح كليته، فراح تبقى عندي بهذا الشكل دلتا R بتروح، فراح يصير المعادلة عندي بهذا الشكل. راح اجي اعوض بما يساوي كل combined moment flux، الاول احنا نعرفه هو فقط موجود ال P وال R في ZZ، طبعا ال P بال N at A Z يساوي 0 راح يصير P naught لانه هو بداية الباي، زين، واتي الزت يساوي L راح يصير بي L لأنه الضغط مختلف هنا، الضغط عند بداية الباك مو نفسه بالنهاية، مو مثل بالفولينج فيلم هنا مختلفة ترى. زين ثم نجي نعوض ال R ثيتا R للزت، ال P قلنا ماكو، بقى بس التاو R للزت، راح نجي نعوض بالقانون مالتنا. أول حد راح يصير بهذا الشكل، طبعا المومنتوم راح يفرض نفسه، ما يصير تغير بالسرعة، لأنه نلاحظ على الترم رو في زد في زد، الفي زد عند زد يساوي صفر هو نفس الفي زد عند زد يساوي أو، بس الضغط هنا مختلف، الضغط هو نفسه. زين فهذا راح يروح ويا هذا، فراح يصفى عندي بالنهاية هذا الحد فقط. بالنسبة للحد الإضافي واللي هو مقسوم على دلتا R، لاحظوا هنا أنا عندي R مضروبة في ثيتا R للزت، زين، هذه لما أريد أخذ لها الليمت راح أخذ الـ R وياها، ما أعرفها وحدها لأنه الـ R هنا أنا داخل ضمن التغير، فراح يصير ناقص dr ثيتا R دلتا زت على dr، زين، راح نجي نعوض بالمعادلة، هنا أنا زائد رو جي في الـ R يساوي زيرو، زين، راح اجي هسه شوية تبسيط بالرياضيات، نسوي موديفيكيشن الى اخره. هنا ايش راح يسوي؟ هنا راح يوحد مقامات، زين، وبعدين بعد التوحيد المقامات هنا هذا شو مره لي مره، هذا حطه هنا وحط الباقي هنا كليته، تحويله بسيطه بالرياضيات. زين هنا هسه راح ياخذ العامل المشترك بيناتهم اثنيناتهم، الار راح تبقى بعدي برا. هنا ايش راح يسوي؟ راح يضيف، لاحظوا هنا ناقص رو جي نوت، هذه الناقص رو جي نوت بس الغرض من عندها ان يسوي تبسيط اكثر للمعادله. انا عندي رو جي او عندما عند بدايه الارتفاع، هذه الرو جي نوت او رو جي زيرو مثل ما يسموها حطها بس لغرض التبسيط. حتى شو يسوي من هنا؟ يقول البي، ايش راح يقول هنا؟ البي زائدا رو جي نوت هي بي، يعني طبعا لازم يسوي لها داش هنا،
زين فهنا اللي دا يصير شنو؟ قال بدل ما يعوفها بي واحدة وروجي واحدة قال بي سماها هالشكل بي داش أو بي عدلة شي يساوي بي نوت زائد رو جي نوت والبي ال يساوي بي ال زائد سووها بالكابتل طبعا رو جي ال حتى تصير كبيرة وبذلك بدل ما يكتبها هالشكل جمعها الاثنينات بحد واحد سماها بي ما في شي جدا عادي زين بعد ذلك مكتوبة بالبيردي هذه طبعا ما فعلها وصل بعد ذلك راح يجي يسوي الانتجريشن مالته طبعا راح يكون الانتجريشن بدلالة الار فراح يصير هذا لما نشيل التكامل راح يصير ار تاو للار للزيت بي نوت ناقص بي ال على 2 ار او ار تربيع زين زائدا سي 1 على الار هسه نجي على الباوندري كونديشن باوندري كونديشن طبعا مالتنا اللي هو موجودة بالكتاب على انه عند الار يساوي الصفر التاو راح يصير قيمتها فاينت يعني راح يصير قيمتها معروفة جدا قليل بس بيني وبينكم خلينا نحكيها يعني انا ما اقدر اسكت على هالموضوع بيني وبينكم خلينا نحكيها يعني عند ار يساوي صفر هل التاو قيمة معروفة؟ ما لا التاو ولا قيمة معروفة يعني التاو ترى قيمتها صفر تقريبا ولو نجي نلاحظ من المعادلة هنا أنا خليني نشوف فد حيلة ثانية ماثماتيكلي إذا كانت فد قيمة معينة قيمتها صفر يعني مثلا الآر أنا إذا قيمتها صفر القد راح يبقى من السي 1 السي 1 لازم قيمتها صفر هاي شغلة شغلة ثانية لما الآر يساوي لنا صفر التاو راح يساوي لنا صفر فبذلك عندك السي 1 هي قيمتها ما إلها قيمة ومستحيل يصير الآر بالمقام لأن الآر ما يصير صفر عدة طرق ماثماتيكلي ممكن نعبر عليها زين سي 1 يساوي نفس صفر بقت هذه طبعا راح نعوض بالنيوتنز لو او بالتاو قلنا بس باقي عندنا ناقص نيو دي في على دي ار راح يصير معادله بهذا الشكل نسوي لها شويه ترتيب ثم نكمل الباوندري لير مالتنا طبعا باوندري كونديشن الثانيه عندما الار يساوي لنا الار اللي هي عند الجدار السرعه طبعا اكيد راح تساوي لنا صفر راح نعوضها ونطلع السي 2 طلعت السي 2 صار الفيلوسيتي بروفايل اخر شيء من المعادله هو هذا بعد الترتيب بشكل راح يصير راح نلاحظ طبعا هو بارابوليك التغير مالته وهذا احنا ندري به انه التغير بالسرعه بالسيركلر بايب يكون دائما بارابوليك فور لاميلر فلو عند الار يساوي صفر نطلع الفي ماكس والافريج فيلوسيتي نعرف شلون نطلعها هنا بس الاريا راح تختلف طبعا هنا الاريا بالنسبة للدبل انتجرال لازم اقول ار دي ثيتا حسب الماثماتكس اذا تتذكروها والاريا مالتنا راح تصير من 0 ل 2 باي لانه هو الباي هي 180 360 درجة البوري كليته زين ومن 0 الى الار يعني بادي من الار عند قيمتها 0 الى نهاية البايب بالنسبة للفوليوم بالفي ار وبالنسبة للاريا الماس فلو ريت نفس الطريقه طبعا نفس الاريا مثل ما شرحناها راح نقول هي الماس فلو ريت هي الرو يو في الاريا رو الفور في الفي هنا يسموها سرعه في الرو في الفي مضروبه في الاريا والاريا هنا لها موتينه بالدبل انتجرال لازم اقول ار دي ار دي ثيتا لانه هاي عندي سرندر كوردينيت معروف القانون مال الاريا مالتها خلص المثال شوف المثال ورا ان شاء الله بالمحاضره